السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. بما انه رانا في الايامات تاع تنظيف البيوت مع مواد التنظيف اللي كامل تطلع لوجهنا وليدينا، راح ندير لكم ماسك. هذا الماسك درته البارح وحبيت نفيدكم به، راح بزاف مليح. اول حاجة نديرو تقشير للوجه للبشرة ديالنا. بسم الله نبداو على بركة الله. نحتاجو زيت الزيتون، كمية تاع زيت الزيتون وشوية سكر. نخلطو زيت الزيتون مع السكر. هذا التقشير كامل اللي تعرفوه على بالي موالفين ديروه، بصح كاين اللي ما يعرفش يديرو. هذا ضروري الماسك للوجه ولليدين وكامل للجسم اللي حبيت ديرو. شوية اهتمام البنات بالجسم تاعكم. نديرو التقشير هذا لمدة 5 دقائق. شوفوا راح ندير انايا شوية في يدي بهذه الطريقة. تبقاو تدلكوا هكا وتحكوا بشكل دائري حتى تولي يدكم سخونة. وتحسوا بواحد الحرارة وتولي حمراء. تروحوا تشللوها بالماء دافي شويه وتمسحوها، ونعاود نولي لكم ونديروا الماسك تاعنا تاع الحليب والصياغ. بعد ما درت التقشير بزيت الزيتون والسكر، راح نبدا في الخلطه تاع الماسك. عندي كميه تاع لحظه، رايح ندير لحظه. انا كنت درت صباح انا الخليط تاعي، كيف ظل نغلق عليه ونخبيه في الثلاجه. ندير 2 معالق ولا 3 تاع لحظه، وعندنا السيروم كامل تعرفوا السيروم. اللي مع شو احسن شيء اللي عندها ليكوت تاع العينين تستعملها، واللي ما عندهاش تستعمل سيروم. انا خلاصت لي ليكوت، دوكا عندي سيروم هذا انا نديرو نستعمله بزاف للوجه تاعي للبشره تاعي. راني يعني مديت لكم سر من اسراري. نديرو كميه تاع السيروم ونخلطوا حتى تحصلوا على كريمه. ما تكثروش، ديروا غير بالعقل قطرات باه ما تجروهاش، وخلطوا مليح حتى تحصلوا على كريمه ناعمه جدا. هكذا البنات هذه الوصفة مليحة بزاف بزاف، خاصة في يامات تاع ربيع. وديرو في البشرة تاعكم. انا راح ندير هنا في يدي البشرة تاعي درت صباح، ودهنو هكايا تدليك شوي وخلوها حتى تنشف. فراشاتي هذه الوصفة مدتها لي اخت مغربية وتعجبني بزاف بزاف هذه الوصفة. منين داك نواسيها، خاصة مع اللي راني مع نيتواياج تاع الكوزينة والدار وهذوك مواد التنظيف. الواحدة تعتني بالبشرة تاعها لو كان في الليل ماشي حتى الصباح. وهذه الوصفة راهي سهلة بمكونات موجودة في كل بيت. بقاو هكايا تدلكو حتى يتمتص البشرة تاعكم هذاك الخليط، وتخلوها تنشف. بعد ما تنشف تغسلو شوية بالماء دافي، ومن بعد كتعاودو بالماء بارد باه تغلق المسامات. وبعد ما تمسحو وجهكم عاودو قطنة استعملوا فوق البشرة تاعكم سيروم وخلوه ينشف. والسيروم هذا خياتي اللي عندها حبوب رقيقة في وجهها، ولا البشرة تاعها ناشفة ولا مزيدة، هذا السيروم راه بزاف نافع. في الليل قبل ما ترقدي اغسلي وجهك، نحي له هذيك الغبرة وهذوك الدهون، اغسلي بالصابون الطرف. احسن شيء صابون الطرف، انا نغسل غير به ما نغسلش بصابون ريحه. ديري بقطنه كامل ديري للوجه تاعك ورقدي الصباح تشوفي وجهك كيفاه تلقايه. خياتي نوصيكم داوموا للمداومه. اللي حبت دير وصفه تجميليه ولا ريجيم ولا داوم الوصفه داوم، ماشي نهار ونهارين تكرهوا، يعني داوموا للمداومه. بصح كي ديري نهار كيما دوكا حديروا اليوم الوصفه وتنسوا واحد عام ولا عامين، هذا الشيء ماشي حتعطيكم نتيجه، لازم المداومه.
هكا فراشاتي، وان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا، وان شاء الله تشكروني على هذه الوصفه، واللي جربتها تعاود تحط لي في التعليقات. وانا نقول لهذوك اللي عندهم قنوات، ادخلي عندي، ديري لي مشاهده، ديري مشاركه، ديري تعليقات وجم، وخلي لي تعليق اكتبي لي فيه لقد زرتك ايتها الفراشه وتمت المشاهده، وراح نرجع لك بكل امانه الزياره، ونحط لك ورود في التعليقات ان شاء الله. هكايا نديروا اليد في اليد ونطلعوا لفوق، واستنوا مني وصفات اخرى جد ناجحه. العصفوره ديالي سمسومه. تهلاو في روحتكم البنات، وتهلاو في البشره تاعكم، وتهلاو في نفسكم، والاعتناء الاعتناء بجمالك ايتها السيده هو تاج راسنا. السلام عليكم.